الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي المستشفى العسكري في حالة صحية طبيعية بعد تعرضه لوعكة صحية حادة الخميس الماضي استدعت نقله للمستشفى لإجراء فحوصات طبية. وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان إن رئيس الجمهورية غادر المستشفى إلى مقر إقامته بعد تلقي العلاج اللازم وتعافيه. ارتياح سياسي يسود تونس بعد مغادرة الرئيس الباجي قايد السبسي المستشفى العسكري إثر تعافيه من وعكة صحية حادة دامت 5 أيام. ظهور الرئيس أنهى تضرب الأنباء بشأن تدهور صحته. الحمد لله، أعتقد أنه مرحلة مرينا بنا بسلام، إن شاء الله الأيام القادمة بطبيعة الحال تزيد تأكد شيء هذا وتأكد أنه تونس ماضية قدما في إنجاح مسار متاع الانتقال الديمقراطي في ظروف طيبة. كادت تونس تدخل أزمة دستورية في حال شغول منصب الرئاسة بسبب تعطيل تأسيس المحكمة الدستورية المكلفة بالنظر في ذلك الشغور والتمهيد لانتخاب رئيس جديد. إذا وقع الرئيس ولو في حالته الصحية هذه دعوة للناخبين لتنظيم الانتخابات ستخرج تونس من أزمتها بسلام. إذا وقعت لا قدر الله تعقيدات قبل توقيع هذا القرار، هذا الأمر بدعوة الناخبين للانتخابات، ستدخل تونس في زوبعة وفي مأزق لأنه سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات. حركة النهضة التونسية دعت إلى تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى مهام المحكمة الدستورية تحسبا لأي طارئ. قلنا في النهضة أنه ممكن أن البرلمان يدعو إلى التعديل على مستوى الهيئة الوقتية للقانون، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حتى تشمل اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال. يترقب التونسيون أول خطاب للرئيس للتأكد من سلامته ومدى قدرته على قيادة سفينة البلاد للوصول إلى الانتخابات. تنتظر الرئيس حزمة من القضايا على غرار الدعوة للانتخابات والنظر في حالة الطوارئ التي ستنتهي أجلها والحسم في التعديلات المثيرة للجدل على قانون الانتخابات. تعافى الرئيس وتعافت تونس من أزمة دستورية وسياسية كادت تربك المسار الديمقراطي، مسار أثبت على ما يبدو أن حوله كثيرا من المدافعين وقليلا من المتربصين. وسام الدعاسي، العربي، تونس. وينضم إلينا من تونس مراسلنا وسام الدعاسي. وسام، أهلا بك. ماذا تخبرنا عن صحة الرئيس الباجي قايد السبسي الآن، وأيضا ماذا بعد الحديث عن الفراغ الدستوري والأزمة التي كاد أن تقع فيها تونس؟ وهناك تصريح لنجل الرئيس بأنه سيستأنف عمله بعد أيام. بالفعل أحمد، منذ قليل فقط المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة جراج قالت في مقابلة إذاعية إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيباشر مهامه ويستأنف نشاطه قريبا، مؤكدة أنه سيلقي خطابا للتونسيين للتعبير عن شكره وامتنانه تجاه حالة الالتفاف السياسي والشعبي وعدم الانزلاق لأي مخاطر على خلفية الأحداث التي شهدتها تونس الخميس الماضي. جراج رفضت الحديث عن طبيعة وحقيقة الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس. نحن اليوم في تونس في الحقيقة أحمد بعد مغادرة الرئيس الباجي قايد السبسي المستشفى العسكري مساء أمس، سادت حالة من الارتياح السياسي، وربما نستطيع القول أن حالة الجدل والتساؤلات حول ضبابية المشهد السياسي وحول وأن هذه يعني عودة الحالة الصحية للرئيس أنهت إن صح التعبير الضبابية على المستوى السياسي، وأنهت التساؤلات حول إمكانية تدهور صحة الرئيس وهو ما قد يؤدي إلى شغور في منصب الرئاسة وقد ما كان قد يدخل البلد في أزمة دستورية وقانونية، لأن المحكمة الدستورية المخول لها النظر في هذا الشغور والتمهيد لانتخاب رئيس جديد هي لم يتم تركيزها وتأسيسها إلى حد الآن بسبب يعني بعض الصراعات داخل البرلمان. منذ يعني ساعات قال البرلمان التونسي أن الرئيس الباجي قايد السبسي أجرى مكالمة هاتفية مع رئيسه محمد الناصر وتأنى على صحته وشاكرا للمجهودات التي قام بها في الوقت التي تتعالى فيه الأصوات اليوم داخل البرلمان تطالب بفتح تحقيقات حول مروجي الإشاعات عن وفاة
وفاه الرئيس الباجي قايد السبسي الخميس الماضي، وفي الوقت ايضا الذي فتحت فيه النيابه العامه والقضاء بعض القضايا عن ضد من روجوا بتهمه يعني محاوله الزج بالبلاد وادخالها في حاله من الفوضى، ويمكن ان تؤدي الى بعض المخاطر تؤدي الى توتر الوضع السياسي في تونس. من تونس مراسلنا أسامة الدعاسي، شكرا جزيلا.